أثناء الطيران والتحليق في الجو هنالك إحساس من الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى هذا الوطن الذي أتاح لي الفرصة بأن أصبح طيار. هناك اتصال جسدي وروحي وعقلي يجعل التخلي عن هذا الطيران شيئا شبه مستحيل. هو الحاجز الجوي الأول أمام كل انتهاك لمجالنا الجوي الوطني. اعتراض الطائرات المشبوهة والطائرات غير المرخص لها بالتحليق فوق أجوائنا الوطنية مهمته الأساسية. وحداته تتميز بالجاهزية العالية والقدرة على التدخل في أوقات قصيرة. إنه طيران الدفاع الجوي للقوات الجوية بالجيش الوطني الشعبي. في هذا الوثائقي سنسلط الضوء على واحدة من أهم وحدات طيران الدفاع الجوي، الفوج 12 للطيران المتواجد بالقاعدة الجوية بأم البواقي بالناحية العسكرية 5. نتعرف على مهامه ومختلف تشكيلاته. نعيش معكم جانباً من يوميات أفراده من طيارين وتقنيين لننقل لكم المجهودات التي يبذلها هؤلاء الرجال للحفاظ على الجاهزية القصوى للفوج للتدخل في كل الظروف حفاظاً على سيادتنا الجوية. القاعدة الجوية الشهيد مالكي حركات بأم البواقي من أكبر القواعد الجوية بالجيش الوطني الشعبي. تعمل على توفير الدعم اللوجستي للعديد من الوحدات والتي يتقدمها الفوج 12 للطيران. أنشئت القاعدة الجوية الشهيد مالكي حركات بأم البواقي بالناحية العسكرية 5 بتاريخ 1 مايو 2006 بسواعد جزائرية محضة. ومن مهامها دعم وإسناد الوحدات التالية: الفوج 12 للطيران، مركز التقليد والتأهيل على طائرات القتال، السرب 466 لحوامات الدعم التابعة للفوج 14 لحوامات القتال، الكتيبة 758 رماة مطاريون، التحضير القتالي والعمليات للوحدات المدرجة في قوام المعركة، تكييف السلسلة التكنولوجيستية مع المتطلبات العملياتية للوحدات الجوية، تحضير وتعبئة الأطقم للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة ومساعدة السكان في حالة الكوارث الطبيعية، مواصلة تأهيل وإتقان الأفراد في مجال الاستغلال صيانة العتاد ومنظومة السلاح، التطبيق الصارم للنصوص القانونية المنظمة للنشاطات الجوية، تقوية الإجراءات الاحترازية من في مجال أمن الطيران. قيادة القاعدة الجوية شهيد مالكي حركاتي بأم البواقي بالناحية العسكرية 5 واعية بالمهام المنوطة بها ولا تذخر أي جهد من أجل بلوغ الأهداف المسطرة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. الفوج 12 للطيران يتكون من العديد من الأسراب المنتشرة عبر كامل التراب الوطني،
مجهز بطائرة مقاتلة من نوع سوخوي 30. الفوج 12 طيران وحدة قتالية أساسية ضمن تشكيل وحدات القوات الجوية. الفوج متواجد على مستوى القاعدة الجوية بأم بواقي الشهيد ملكي حركاتي الناحية العسكرية الخامسة. أسندت للفوج مهام أساسية متعلقة بالدفاع الجوي عن الإقليم التراب الوطني، إضافة إلى مهام الإسناد الناري، المرافقة والتغطية لمختلف القوات المدمجة في قوام المعركة. يتكون الفوج من طائرات مقاتلة من نوع سوخوي 30، وهي طائرات متعددة المهام تعمل ليلا ونهارا في كل الظروف الجوية. طائرات سوخوي 30 هي طائرات من الجيل الرابع متعددة المهام، تتميز بالقدرة الكبيرة على المناورة وقلب المواقف التكتيكية، لما لها من خصائص فنية عالية، وهي مزودة بأسلحة عالية الدقة. يعمل الفوج 12 للطيران على تنفيذ برنامج التحضير القتالي للحفاظ على الجاهزية القتالية للطيارين، وذلك بهدف حماية المجال الجوي الوطني ليلا ونهارا في كل الظروف. توقيت وردة فعل طائرات الدفاع الجوي عامل أساسي في حسم مختلف المواقف التي يمكن حدوثها. أوقات محسوبة ومدروسة من قبل تضغط بغرض تحقيق التفوق الجوي. الوصول إلى توقيتات مناسبة هو الهدف الذي تسعى قيادة الفوج إلى تحقيقه، من خلال برمجة وتنفيذ برنامج تدريب مستمر على مدار السنة وفي كل الظروف الجوية. السرب 121 للدفاع الجوي إحدى الوحدات العضوية للفوج 12 للطيران. السرب 121 للدفاع الجوي والتابع للفوج 12 للطيران، المتواجد بالقاعدة الجوية بأم بواقي، مزود بطائرات من نوع سوخوي 30 متعددة المهام، ومهمتها الرئيسية هو الدفاع عن الجهة الشرقية للبلاد، وذلك بالتعاون مع مختلف الأسلحة والقوات. تكتسي مرحلة التحضير للمهام اليومية أهمية قصوى، يتم من خلالها الإعداد التكتيكي والنفسي للطيارين المقاتلين. في إطار تنفيذ المهام اليومية للسرب 121 للدفاع الجوي والمسندة من طرف قائد السرب، يقوم الطيارون بالتحضير النظري والذهني كل حسب الكفاءة والتأهيل. في إطار التحضير اليومي نقوم بمحاكاة المهام المسندة باستعمال مجسمات للطائرات، وذلك من أجل إتقان تمارين قتالية. تحت إشراف قائد القاعدة الجوية
يعقد الاجتماع التقني قبل تنفيذ المهام والحصص التدريبية. مرحلة مهمة من التحضير والإعداد تجمع إطارات الفوج 12 للطيران بمختلف إطارات القاعدة، أين يتم تقديم كامل المعطيات اللازمة لتنسيق الأعمال وتدقيق المهام لضمان السير الحسن للنشاطات الجوية. على مستوى قيادة الفوج 12 للطيران تبرمج تمارين يومية نهارية وليلية تهدف إلى تدريب الأطقم على الطيران في تشكيل دوريات للوصول إلى درجة عالية من التنسيق في التمارين المركبة. إضافة إلى محاكاة مختلف الوضعيات التي يمكن أن يتعرض لها الطيار كعملية إلغاء الهبوط لأسباب اضطرارية. تمارين تهدف إلى الوصول إلى أعلى درجات التنسيق بين الدوريات المختلفة، وهو ما يساعد على تنفيذ مختلف المهام بدرجة عالية من الدقة والتحكم. في الفوج 12 للطيران نقوم بمختلف المهام التدريبية والعملياتية مصحوبين بالطيارين المدربين لاكتساب الكفاءة والخبرة العالية والجاهزية التامة للتدخل أثناء أي طارئ. برمجة طلعات جوية ليلية ونهارية وفي كل الظروف المناخية تساعد الطيارين والأطقم التقنية على الرفع من جاهزيتهم القتالية بهدف الوصول لأقل وقت للتدخل. التحضير التقني للطائرات المقاتلة قبل الطيران مرحلة حساسة وبالغة الأهمية، يسهر عليها أفراد مدرج السرب 121 للدفاع الجوي. تقنيون متمرسون في تخصصات مختلفة يقومون بتحضير الطائرات هذا تأكد من جاهزية جميع أنظمة الطائرة المختلفة وسلامتها. يتم التحضير ما قبل الطيران على النحو التالي: بعد تلقي الأوامر اليومية والمهمة المراد تنفيذها نتقيد بمجموعة من النقاط نذكر منها: مراقبة هيكل الطائرة وحالة الأنظمة، مراقبة وفحص المحركات. بعد تلقي الأوامر والمهام المراد تنفيذها أقوم بالفحص المتخصص لأنظمة سلاح الطائرة وتأكد من جاهزيتها. تستمر عملية المراقبة والمرافقة للطائرات المقاتلة حتى وصولها لنقطة الإقلاع. يسمح التكوين المستمر والجاهزية التامة لأفراد مدرج السرب 121 للدفاع الجوي
بضمان التحضير المثالي لما قبل وأثناء وبعد حصص طيران النهاري أو الليلي مع الصرامة واليقظة الدائمتين لاحترام احتياطات الأمن المعمول بها، وهذا لإنجاح مهام الطيران الحربي في ظل أمن الطيران وسلامة الأفراد. التكوين القاعدي والمستمر للطياري وتقني الفوج الثاني عشر للدفاع الجوي من المهام التي تسهر القاعدة الجوية بأم البواقي على تنفيذها من خلال مركز التأهيل والتقليد على طائرات القتال. تم إحداث مركز التقليد والتأهيل على طائرات القتال بالقاعدة الجوية شهيد مالكي حركاتي بأم البواقي الناحية العسكرية الخامسة، حيث يطلع هذا المركز بمهام التكوين والتدريب والتأهيل المستخدمين الملاحين والغير ملاحين على طائرة سوخوي 30. يتكون المركز من محاكيات الطيران FMS ذات مجال رؤية 270 درجة Full Mission Simulator، أربع أقسام بيداغوجية، مخبر للغات. تندرج مهام المركز ضمن آفاق قيادة القوات الجوية أثناء التحضير القتالي لخوض المعارك الحديثة التي تتميز بالدقة في استعمال أسلحة والتعاون بين مختلف القوات عن طريق التبادل الرقمي في المعلومات والاستخدام المكثف للحرب الإلكترونية. يسمح المقلد لجميع الطيارين بمختلف مراتبهم التصنيفية قائد طائرات أو مساعدين طيارين بمحاكاة جميع مراحل الطيران من مرحلة تشغيل الطائرة إلى التحليق في جميع الظروف. وفي المراحل المتقدمة من التدريب تبرمج للطيارين المقاتلين محاكاة للقتال الجوي كالاعتراض والمطاردة الجوية، وهو ما يساعدهم على الوصول إلى درجة متقدمة من التحكم. لقد قمنا اليوم بمهمة تدريبية على محاكي الطيران والمتمثلة في عملية التزود بالوقود جواً واعتراض طائرة حربية وتدميرها. يتلقى الضباط وضباط الصف التقنيين دروسا نظرية بمركز التأهيل والتقليد على طائرات القتال ضمن برنامج سنوي تكويني تأهيلي، والتي تساعد الضباط وضباط الصف التقنيين لأداء مهامهم على أكمل وجه. في مركز تأهيل وتقليد على طائرات القتال نتلقى دروس نظرية حول مكونات الطائرة القتالية التي تساعدنا على اكتساب المعارف اللازمة لصيانة الطائرات القتالية والمحافظة على جاهزيتها العملياتية. يتيح التزود بالوقود جو للطائرات المقاتلة إمكانية الطيران لمسافات طويلة وبالتالي قدرة أكبر على المناورة. لتدريب الطيارين والأطقم على هذه العملية ينفذ الفوج الثاني عشر للطيران تمارين التزود بالوقود جو بالتنسيق مع الفوج السابع للنقل التكتيكي المتواجد بالقاعدة الجوية ببوفاريك.
تستعمل في التمرين طائرة التزود بالوقود جوا، وهي طائرة خاصة من نوع اليوشين 78 التي تستطيع تزويد 3 طائرات مقاتلة في وقت واحد. تندرج مهام مجموعة مصالح الإسناد العملياتي ضمن مهام القاعدة الجوية بأم الباقي الشهيد مالك الحركاتي، والتي تتمثل في السهر على الجاهزية العملياتية لمطار القاعدة ليلا ونهارا، المراقبة والمتابعة للسير الحسن للنشاطات الجوية، متابعة التكوين المستمر للأفراد والإطارات، المراقبة والمتابعة وتسيير النشاطات الجوية للقاعدة، السهر على تطبيق التعليمات الخاصة بأمن الطيران، مراعاة شروط أمن الطيران، تسيير الحركة الجوية في جميع الظروف المناخية، توجيه الطائرات القتالية في مختلف مراحل طيرانها من المهام الأساسية لبرج المراقبة بالقاعدة الجوية. للحفاظ على الجاهزية العملياتية للأفراد وتعويدهم على سرعة التدخل، تنفذ تمارين مبرمجة وتمارين فجائية، وتطبيقا للتعليمات الصادرة عن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تقوم المجموعة بمهام خاصة كالمساهمة في الإنقاذ والإجلاء الصحي في حالة حدوث كوارث طبيعية. في محاكاة لحالات اختراق أجوائنا الوطنية، طائرة نقل من قواتنا الجوية تقوم بمحاكاة طائرة تخترق أجواءنا الوطنية. تتدخل الطائرات المقاتلة للسرب 121 للدفاع الجوي. بعد تحديد مكان الطائرة، يقوم الطيار بالاقتراب من الطائرة المشبوهة، أين يطلب من قائدها اتباعه للهبوط الفوري في أقرب مطار من خلال إشارات متعارف عليها. في مثل هذه الحالات تختلف ردود الفعل لطائراتنا المقاتلة حسب نوع التهديد وطبيعته.
جاهزية الطائرات القتالية العملياتية مرهون بعمليات الصيانة التقنية بمختلف مستوياتها. بعد استلام الطائرة من المدرج يقوم فريق متخصص من التقنيين بالمعاينة الدقيقة لمختلف أنظمة الطائرة لتتم مباشرة الصيانة الدورية على المستوى الثاني. مصالح الإسناد التقني بالقاعدة الجوية بأم البواقي تسهر على الحفاظ على القدرات القتالية للطائرات. لمصلحة الصيانة وتصليح الطائرات بالقاعدة الجوية أم بواقي الشهيد مالكي حركاتي دور محوري في الحفاظ على مجهود القتالي والحرص على ضمان جاهزية الطائرات لتنفيذ جميع المهام التدريبية والقتالية على أكمل وجه من خلال التكامل بين مختلف الورشات والتخصصات. عمليات الصيانة الدورية محسوبة بعدد ساعات الطيران تساهم في زيادة عمر الطائرات القتالية ومردوديتها. تقوم ورشة أجهزات اللاسيك المتن بمتابعة الأشغال النظامية لرادار الطائرة لرفع الأعطاب المختلفة إن وجدت. صيانة هيكل الطائرات وأنظمتها المختلفة مهمة معقدة وبالغة الأهمية تتم على مستوى مصالح الإسناد التقني بالقاعدة، وقد يتعدى ذلك إلى التجديد الكامل. تهدف إلى الرفع من الجاهزية التقنو-عملياتية للطائرات القتالية في إطار أمن الطيران، وهو ما يضمن السير الحسن للجانب العملياتي والتدريب المتواصل للفوج الثاني عشر للطيران. أسندت للفوج مهام أخرى متمثلة في تأهيل وتدريب الطيارين المتخرجين من مختلف المدارس القوات الجوية باختصاص طيار مقاتل، كما ينفذ الفوج مهام خاصة مسندة من طرف القيادة العليا، وعلى سبيل المثال مرافقة الطائرة التي حملت رفات شهداء المقاومات الشعبية. مسيرة الفوج الثاني عشر للطيران منذ نشأته مسيرة مشرفة قدم خلالها خدمات جليلة للجزائر وأمن شعبها، لكن مرافقة الطائرة التي أقلت رفات شهداء المقاومات الشعبية ستظل راسخة في وجدان طياري الفوج وإطاراته الذين يرون في هذا الحدث التاريخي شرف وفخر ما بعده فخر. طيار مقاتل في صفوف الجيش الوطني الشعبي، مهمة نبيلة كانت في الأمس القريب حلما تجسد اليوم في أسمى معانيه. لشباب جزائريين تحدوا الصعاب ورفعوا التحديات واختاروا هذه المهنة دون غيرها ليكونوا صقورا للوطن، فحماية سيادة أجوائه وأراضيه مهمتهم، والتضحية لأجل أمنه واستقراره عقيدتهم. بعد حصولي على شهادة البكالوريا اخترت الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي وبالتحديد بالقوات الجوية الجزائرية في المدرسة العليا للطيران بطفراوي، أين قمت بتربص لمدة 3 سنوات بصفة طالب ضابط عامل.
واخترت التخصص المطاردة، وقد تم توجيهي إلى الفوج 12 للطيران، أين أمارس حاليا مهامي على طائرات من نوع سوخوي 30. لقد كان هنالك مجموعة ومزيج من الأحاسيس، إحساس بالضغط الإيجابي الذي ولد بذاته من جهة أخرى إحساسا بالحماس والتحفيز، وذلك خلال طلعة الأولى على مت الطائرة زلين 142 مرفوقا بالطيار المدرب. لكل شاب جزائري يحلم أن يصبح طيار بصفوف الجيش الوطني الشعبي، عليه بالانضباط والاجتهاد والمثابرة لتحقيق هذا الحلم، لأن مهنة الطيار تسمح له بالدفاع عن وطنه وحماية أجوائه وأراضيه المسقية بدماء الشهداء الطاهرة. لأن مصيري مرتبط بوجودك، ولأن هويتي وكياني هي تاريخك، ولأن دربي موسوم بدماء شهدائك، ولأن انتصاري وتفوقي هو مجدك وعزك، لأجل كل ذلك إيماني بك راسخ دائم أبداً لا ينقطع، لأجل كل ذلك لن أتوقف عن التحليق عالياً فوق سمائك، لن أدخر جهداً لتعيش وتحيا في أمن وسلام يا وطني، فأنا عين ساهرة على أرضك الطاهرة.